كود البقالي يقدم شرح دروس تعليم السياقة مع أستاذ البقالي. لا تنسوا دعمنا والاشتراك في القناة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم إن شاء الله في الدرس من دروس تعليم السياقة كود البقالي مفاهيم وقواعد غادي نشرحوا الجزء الخامس وهو الأخير في هذه الأجزاء، متكون من 5 أجزاء. فنبدأ على بركة الله. السياقة في رؤية غير واضحة، يعني كنسوق في واحد البلاصة أو في واحد المكان رؤية فيها غير واضحة بسبب الشتاء، الضباب، الثلج، عجاج، يعني ما كتبانليش الطريق. شنو خصني ندير؟ يجب أولا تخفية السرعة. ملي كتكون الشتاء أو لا الثلج أو لا أي عامل من الأعمال الجوية كنقصو من السرعة. مثلا إذا كانت الطريق فيها المية راه نمشي غير بـ80 أو قل. طريق السيارة ملي كتكون الشتاء وكدا راه كنقصو 20، كنمشيو غير بـ100، يعني ماشي نشوف البلاكة نمشي بنفس السرعة البلاكة، لا، أحوال جوية كنقصو على داك التشوير اللي كيكون في الطريق. واخا ونلتزم ليمن، يعني نمشي في ليمن ديالي. التجاوز كيكون ممنوع، ممنوع نتجاوز حيت ما كتبانش الرؤية. ويجب استعمال الأضواء المناسبة، يعني مثلا كانت الشتا خصني ندير الضوء التقابل، كان الضباب ندير الضوء الضباب، يعني على حسب الوضعية اللي راها كاينة نخدم الأضواء المناسبة. يجب الوقوف عند الضرورة، مثلا أنا ما كنشوفش، يعني صعب عليا باش نمشي في الطريق، راه خصني نوقف مع مراعاة شروط الوقوف. شنو هي مراعاة شروط الوقوف؟ هي مثلا ما نجيش منعرج، نوقف ما نوقفش واحد البلاصة اللي نكون كنتسبب في عائق، نوقف واحد البلاصة اللي نكون كنبان فيها ونخلي الضواء مشعولين. عند ارتكاب حادثة سير شنو خصك دير؟ يجب عليك التوقف، توقف ووضع مثلث الاعطاب لتنبيه السيارات القديمه، يعني اول حاجه ندير هي ننبه باش ما يوقعوش حوادث وحدين اخرين. وعدم احداث اي تغيير في المعالم الحديثه، يعني ما نحرك حتى حاجه من بلاصتها. مثلا الا كانت الاضرار غير ماديه كيمكن لي نقيد معاينه وديه انا وداك الشخص اللي وقعت لي مع الحادثه ونمشي بحالي. اما في حاله الا كانت اضرار جسمانيه وكاين الجرحى، راه تما خصني نخبر المصالح المحليه الاسعاف في حاله وجود الجرحى واخبار السلطات المحليه باش يديروا كوستا. يعني كاينين جوج المراحل، الا كانت غير حادثه ماديه وتفاهمتوا وبغيتوا ديروا كوستا حبيه اللي كتسمى بالمعاينه وديه فهذيك مستحبه. اما إذا كانت أضرار جسمانية فراها كتكون ملغية، خص السلطات هي اللي تدير المحضر. إذا تصادفتي مع شي حادثة في الطريق وكنتي أول واحد توصل لها، ما كاين لا سلطات ولا حتى واحد، شنو خصك دير؟ أول حاجة خصك توقف وتستعمل الأضواء الوضع إذا كان الليل، وتوضع مثلث الأعطاب لتنبيه السيارات القديمة إذا كانت الحادثة تعرقل السير، يعني في وسط الطريق، وتنبه بالاضواء باش ما توقعش حادثه واحده اخرى. وتاكد مما اذا كان هناك جرحى، تشوف واش كاين شي جرحى، واتصل بالاسعاف والسلطات المحليه. مثلث العطب وكيفيه يتم استعماله، هو من الضروري خص يكون عندك في السياره ديالك. مثلث احمر ينبه مستعملين الطريق بوجود خطر امامهم، يستعمل في حالة وقوف اضطراري ناتج عن عطب أو حادثة، يعني كنستعملوه إلى وقفنا سواء عندنا عطب أو حادثة سير. كيفاش القاعدة ديالو؟ كيتوضع خلف جانب ديال اليسار السيارة على بعد 30 متر في الجنب ديال اليسار ديال السيارة على بعد 30 متر إذا كانت الرؤية واضحة وبالنهار. اما اذا كانت الرؤيه غير واضحه او بالليل كنديروه على بعد 100 متر. واذا كانت السياره واقفه في منعرج، يعني واقفه في فراج، راه كنديروا مثلث الاعطاب قبل المنعرج قبل الفراج، يعني كما قلنا ثلاثه القواعد ديالو. اذا كانت الرؤيه واضحه كنديروه على بعد 30 متر وبالنهار، كالليل
او الرؤيه غير واضحه كنديروا على بعد 100 متر. كنا في المنعرج راه كنديروا قبل المنعرج. لا توقع عطب في السياره شنو خصني ندير؟ وقع لي اون باج شنو خصني ندير؟ يجب التزام اقصى اليمين والوقوف في الحاشيه، يعني نوقف في جنب الطريق. في حاله السير خارج المدينه يجب استعمال مثلث العطب بعد 30 متر. اذا كانت الرؤيه واضحه كنحطو على بعد 30 متر الجنب اليسار، و100 متر اذا كانت الرؤيه غير واضحه او بالليل. اذا كانت السياره واقفه في منعرج فيجب وضع مثلث العطب قبل المنعرج. يجب استعمال اضواء الوضع بالليل، يعني ندير الضوء ونخليهم شاعلين. وكذلك من يعني من الحوايج اللي خصهم يكون عندك في السياره، يعني بلاكة ديال لومبان اللي كتسمى بمثلث العطب، والجيلي عاكس، وكذلك طفاية ديال العافية. هادو من الحوايج اللي خصهم يكونوا عندك في السيارة ديالك. نتمنى الدروس باش ينالوا الإعجاب ديالكم وتستفدوا منهم، والهدف كله من هاد الدروس هي باش الإنسان يولي يعرف القواعد ما يعرفش التصاور. مع تحيات كود البقالي. نتمنى باش ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو وتكونوا استفدتوا منه. لمزيد من الدروس اضغط على القائمه اللي في الاسفل، وما تنساش تشارك الفيديو مع الاصدقاء. وكذلك الا عندك شي سؤال بالنسبه لتعليم السياقه ما عليك الا تكتب لنا في التعليقات، وهنا ان شاء الله نجاوبك. مع تحيات كود البقالي.